بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم وأسعد بصحبتكم. ودور الثمانية أو الكوارتر فاينل ما بين الأهلي والزمالك، قمة جديدة في كرة السلة وعالم كرة السلة، الصغار الكبار تحت 18 سنة. كل الأمنيات إن شاء الله بالشفاء العاجل للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الأهلي، إن شاء الله يقوم بالسلامة وإن شاء الله يعود إلى ممارسة عمله وإلى أهله ومحبيه. صور تذكارية تبين مدى الروح الرياضية بين الفريقين، قمة الكبار الصغار زي ما قلت لحضراتكم، وإن شاء الله نستمتع بيها النهاردة على قناة الأهلي. نبدأ بتشكيل الفريقين. فريق نادي الزمالك قادة فنية الكوتش أنطوان ميشيل ومدير جهاز الكابتن طارق السعيد، محمد سيد رقم زيرو، آدم عبد الفتاح رقم واحد، أحمد حسام رقم أربعة، زياد حسامة رقم خمسة، بدر إبراهيم السعيد رقم ثمانية، خالد حسن يسري رقم 11، محمد حاتم رقم 12، علي عبد الوهاب رقم 20، محمد مصطفى 23، كابتن الفريق عمر جمال 24، أحمد وائل 30، وعمر عفت الله رقم 32. أما نادي الأهلي اليوم في تشكيله أنس طلبة أو أنس عبد المطلب رقم 2، محمد طارق خيري رقم 4، عمر موفق رقم 5، مصطفى جابر رقم 10، محمد عمار 14، عمرو أنيس 22، عمر حاتم 23، ياسين عبده 30، أحمد فادي هاني 34، عمر عصام عبد الحميد رقم 35، إبراهيم محمد 44، يوسف عبد الهادي 99. القادة الفنية للكوتش محمد أشرف ومساعده الكابتن أحمد حسب النبي، كابتن كريم ضيف نائب مدير القطاع، كابتن مودي الجرحي مدير إداري القطاع، والكابتن فؤاد أحمد إداري الفريق، مروان كابتن مروان عادل إعداد بدني، والدكتور شريف مصطفى طبيب. فريقين النهاردة قمة صغيرة كبيرة، الفريقين بالعلامة الكاملة في الدور التمهيدي ودور الستاشر اليوم في الكوارتر فاينل. تعليمات الكوتش محمد أشرف في بداية عمر هذه المباراة. نستعرض مع حضراتكم مشوار الفريقين. الزمالك فاز على الأولمبي في الدورة المجمعة الأولى 93-33، ثم 63-46 على هليوبلس، ثم 63-48 على نادي الجيش. في الدورة المجمعة الثانية الزمالك يفوز على الأولمبي 69-52، ثم 63-27 على هليوبلس، 72-56 على نادي الجيش. العلامة الكاملة لنادي الزمالك ثم طلاقة في دور ال 16 مع نادي الطيران، فاز في المباراة الأولى 63-45 والمباراة الثانية 74-40. النادي الأهلي في الدورة المجمعة الأولى يفوز على الشمس 92-46، 61-39 أمام التأمين، 63-44 أمام سبورتنج، ثم العودة في الدورة المجمعة الثانية 65-41 أمام الشمس، 93-45 أمام التأمين، 73-58 أمام سبورتنج. في دور ال 16 يفوز في المباراة الأولى على القناة 135، ثم المباراة الثانية 79-40. الصور التذكارية للجهاز الفني واللاعبين. قمة الكبار الصغار من صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك. ما تنسوش معادنا إن شاء الله مع قمة الكبار في الساعة 6 مساء، واستوديو تحليلي قوي بقيادة الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد السرعاوة والكابتن هاني عبد المنعم. لا تذهبوا بعيدا فيوم الديربيات اليوم على قناة الأهلي. الستارت لاين اب للنادي الأهلي، شايف كده كوتش محمد أشرف توفيق بادئ بيه محمد طارق خيري ومحمد عمار رقم 14 ورقم 30 ياسين عبده وعمر عصام رقم 35 ورقم 44 ابراهيم محمد. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك، رقم 30 احمد وائل، رقم 5 زياد سامح، رقم 23 محمد مصطفى، وهنشوف اللي خارج الكادر مين وهنقول لكم عليه. حكام اللقاء اليوم كابتن عبد العليم محمود والكابتن محمد صبحي، دي حكام لقاء النهارده. احمد وائل رقم 30، محمد مصطفى رقم 23، رقم 5 زياد سامح، رقم 1 ادم عبد الفتاح، رقم 12 اعتقد محمد حاتم.
على بركة الله كابتن عبد العليم، وبداية الجامبول الأول والأخير في أحداث المباراة والحياسة لصالح نادي الزمالك. عمر جمال يستلم ويبدأ الهجمة، عمر مان تو مان نادي الأهلي في الاسكيب باص على طول، يسلم لأحمد وائل، أحمد وائل في البيك أند رول، لكن يروح عكس السكرين، توصل على طول لأدم عبد الفتاح في البنتريشن، يباصي ويطلع ويروح ويسجل أولى نقاط اللقاء عن طريق زياد سامي، أولى نقاط نقاط المباراة. محمد طارق خايف، يوسف، ياسين عبده، عفوا ياسين في البنتريشن، يلحق الكره ويسيطر عليها، لكن في الاخير يتعمل منه الستيل وتوصل على طول ليه عمر جمال، كابتن الفريق يطلع كيك اوت على طول لاحمد وائل، احمد وائل في الثري بوينت ينجح في تسجيل اولى ثلاثيات اللقاء عن طريق احمد وائل، وافتتاحيه اللقاء بخمسه لا شيء لصالح نادي الزمالك. محمد طارق خيري في بدايه الهجمه ياخذ السكرين على طول، سكرين ثاني في الري سكرين، يقف محمد طارق خيري، ثلاثيات طارق خيري لكن لا تنجح في التسجيل، يلم على طول محمد مصطفى، يسلم لعمر جمال، عمر في البدايه على طول لمحمد مصطفى، لكن تيرن اوفر واوتسايد لصالح نادي الاهلي. كابتن انطوان ميشيل الكوتش والمدير الفني لنادي الزمالك تحت 18 سنه. محمد طارق يبدا الهجمه، او محمد خيري في بدايه الهجمه، من تبان نادي الزمالك، الهاند اوف على طول مع ابراهيم، ابراهيم في الدرايف على طول يروح يوصل لكن لا ينجح في التسجيل، ينجح على طول في السكند شوت او في السكند شوت محمد عمار، لكن في الاخير يرتكب معاه فاول وخطا شخصي تجاه اللاعب رقم واحد ادم عبد الفتاح، ادم عبد الفتاح واولى الاخطاء الشخصيه والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. ياسين هيطلع الاوت، سلم محمد خيري، محمد راح في الدرايف 1 1 من البيز لاين بالبيهايند باك ميديوم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يحاول معاها كده لكن في الاخير تروح الكوره عند احمد اللي بيسلم بيحاول يجيب باسكت كده لكن ما ينفعش عمار، ويروح على طول بالفاست بريك وينجح في تسجيل نقطتين نادي الزمالك، لكن في الاخير الفاول عن طريق محمد طارق خيري والاند 1 لصالح نادي الزمالك، سبع نقاط مقابل لا شيء في بداية أحداث الكوارتر الأول لصالح نادي الزمالك. أند 1 لأحمد وائل. أحمد وائل على الفري ثرو والأند 1 لا ينجح في التسجيل، يلم عمار على طول، محمد عمار يسلم لمحمد طارق خير. لعمار مرة ثانية. يقف بالهاند اوف لكن لسه معاه كورة، عمار يسلم لمحمد خيري، جاله سكرين. حاول يلعب بيه 1 1 محمد خيري، جاله سكرين عمار يقف ويشوط على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل للمرة الثانية، يلم على طول أحمد وائل، أحمد وائل في الأول ذا واي 1 1 يروح ويطلع كيك أوت. ليه؟ عمر جمال. لسه عمر يسلم لأدم، أدم يطلع على طول الكرة لزياد سامح على الميديوم شوت شوت ونجح في تسجيل نقطتين كمان يوسع الفارق إلى 9 نقاط مقابل لا شيء. دقيقتين لم يسجل الاهلي ولم ينجح في تسجيل اي نقاط في احداث هذا الكوارتر. عمر عصام هاند اوف على طول مع ياسين عبده، ياسين في الدرايف على طول يوصل لكن يرتكب معاه فاول وخطا شخصي تجاه ياسين عبده، والخطا الشخصي الثاني على نادي الزمالك. هل هي تو شوتس؟ اوتسايد، اوتسايد اهلاوي. على طول ابراهيم ياخذ السكرين على طول من عمار، لسه الكره مع ابراهيم، يسلم لمحمد طارق خيري في سكرين من عمار مره ثانيه، يحاول يعمل الدرايف يطلع العصام، عمر عصام اللي على اوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، ياسين عبده يحاول معاها كده لكن في الاخير توصل لعمر جمال، عمر جمال كابتن فريق نادي الزمالك يبدا الهجمه، من تو من النادي الاهلي، يضغط ياسين عبده ضاغط، ما زال الضغط مستمر، يسلم لزياد، زياد لادم، ادم يقلب الملعب على طول لاحمد وائل في السكرين جاي له ادم، ادم في السكرين وري سكرين مره ثانيه، طلع الكره على طول لزياد اللي بيقف ويشوط في الثواني الاخيره لكن لا ينجح في التسجيل، لكن يلم السكند شانس على طول اللاعب عمر جمال رقم 24 وارتكب معاه فاول وخطا شخصي من قبل محمد عمار. اولى التغييرات الاهلاويه عن طريق الكوتش محمد اشرف، عمر موفق في النزول بدلا من محمد عمار. بدايه الهجمه للزملكاويه، يبدا على طول عمر جمال يضغط عليه،
عمار يحاول ينجح بياخد الكرة، لكن لا عفوا مش عمار، ابراهيم محمد هو اللي بيحاول ياخد الكرة، لكن الاوت اوف باوند كده او لمس اللاين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك. ضغط النادي الاهلي، يسلم على طول عمر جمال في بداية الهجمة للزمالك، معاه ابراهيم يسلم لمحمد مصطفى في الاخير شوطة، لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عمر موفق، ولكن يرتكب معاه من زياد سامح فاول وخطأ شخصي رقم 5 اللي قدامنا ده، ادم عبد الفتاح اللي شاط الكرة 3 بوينت الاخيرة، لكن عمر موفق ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي والكرة في حيازة النادي الاهلي. ياسين عبده يسلم لمؤمن محمد خيري، محمد طارق خيري يبدأ الهجمة، لسه الكرة معاه عصام، عمر عصام يعمل السكرين، لسه الكرة مع محمد، يسلم عمر عصام، هاند اوف مع محمد خيري مرة تانية في الون ان وان، جاله سكرين لازم يشوط، شاط فعلا على 3 بوينت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول عمر موفق يحاول معاها وينجح في الحصول عليها، عمر موفق يسلم لعمر عصام، لكن في الأخير تخبط فيه لاعب نادي الزمالك عمر جمال وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 6 دقائق 20 ثانية اعزائي المشاهدين متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الاول، 9 على شيء لصالح النادي الزمالك، 3 بوينت الرابعة من محمد خيري لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول سكند شانس ابراهيم محمد رقم 44، محمد خيري جاله سكرين من عمر عصام، سكرين وعدى، لكن في الأخير يرتكب معاه فاول وخطأ شخصي من اللاعب محمد مصطفى رقم 23 والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. كابتن عبد العليم في تسليم الكره. عمر موفق في الوان ان وان يلف وارتكز لكن لا يسرط، لكن عفوا زياد يلطش الكره كده او يلمس الكره وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. بدلاء النادي الاهلي حالة تركيز شديدة، الاوتسايد اهلاوي، ياسين عبده على تنفيذ الاوتسايد، محمد خيري في البيز لاين حاول يلعب واحد على واحد، عمر موفق، عمر موفق على طول يسلم بالهاند اوف لابراهيم، ابراهيم ياخد السكرين ويعمل الدرايف يروح ويوصل وينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الاول عن طريق اللاعب ابراهيم محمد رقم 44. نروح للهجمه على طول، عمر جمال في الدرايف لكن في الاخير في فاول ولا يحتسب، والفاول الخطا الشخصي تجاه ابراهيم محمد اللي قدام حضراتكم على الشاشه رقم 44. عمر جمال في الاوتسايد والفاول، اوتسايد للزمالك، لسه الكره مع احمد وائل، احمد وائل في الون وان جاله سكرين من ادم عبد الفتاح يقف في البيز لاين على طول ويطلع على الشوطه لكن لا ينجح في التسجيل، نادي الزمالك يلم مور، محمد خيري لونج باص كده والفاس بريك على طول ويوصل ولا ينجح، لكن ينجح في الحصول على فاول، ابراهيم محمد ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي تجاه نادي الزمالك بتو شوتس لصالح الاهلي والاهلاويه. 9 2 7 نقاط هو الفارق، انتصاف احداث تقريبا انتصاف احداث الكوارتر الاول، نزل محمد سيد رقم 0، هنشوف مين نزل مكان مين ونقول لحضراتكم. ابراهيم محمد على تنفيذ الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى، فري ثرو اول لابراهيم محمد ينجح في التسجيل، اولى نقاط ابراهيم محمد في احداث هذا الكوارتر او ثالث نقاط عفوا، فري ثرو ثاني لابراهيم لا يسجل، يلم على طول ادم عبد الفتاح ويسلم لمحمد سيد، اعتقد اللي طلع من نادي الزمالك هو عمر جمال رقم 24. محمد سيد في بدايه الهجمه، ضغط من ابراهيم، لسه الكره معاه، محمد سيد يسلم ليه ادم، ادم عايز يلعب 1 1 طلع مره ثانيه لاحمد وائل، احمد وائل في الاوبن شوت 3 بوينت ما ينجحش التسجيل، يلم عصام كده لكن في فاول وخطا شخصي يرتكب امام عمر عصام عن طريق محمد سيد لاعب نادي الزمالك، اوتسايد لصالح الاهلي، تو شوتس عفوا لصالح نادي الزمالك. تو شوتس، تو شوتس ارتكاب نادي الزمالك اكثر من 4 اخطاء شخصيه، فالعقاب على طول يبقى تو شوتس. كوتش محمد اشرف وهو الابن الاكبر ليه الكابتن اشرف توفيق في حاله تركيز
وادي عمر عصام على الفري ثرو الاول، ينجح في تسجيل الفري ثرو الاول ويضيق الفارق الى 4 نقاط. 5 دقائق 5 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عمر عصام على الفري ثرو الثاني ينجح ايضا في التسجيل، يضيق الفارق الى 3 نقاط. بدايه الهجمه عن طريق محمد سيد. سيد ياخذ السكرين واشتجر سكرين، يطلع على طول محمد مصطفى. محمد مصطفى يسلم لاحمد وائل، وائل يقلب الملعب الناحيه الثانيه لادم. ادم يحاول 1-1 يرجع ثاني في الميدل لمصطفى. مصطفى يعدي لكن السير حاضر على طول من محمد طارق خيري اللي بيروح بالفاست بريك ويوصل وينجح انه ياخد فاول، لكن حط يا راجل ينجح انه ياخد فاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح محمد طارق خيري، والفاول على ادم عبد الفتاح رقم 1. تو شوتس الاعاده ينجح فيه الحصول على الفاول، والتو شوتس لصالح محمد طارق خيري. محمد طارق وفري ثرو اول يسجل ينجح في التسجيل، فري ثرو ثاني لمحمد طارق خيري. ينجح ايضا في التسجيل، يضيق الفارق الى فارق نقطة وحيدة لصالح نادي الزمالك. يوم عصيب على محمد طارق خيري الابن الاوسط للكابتن طارق خيري. خرج ادم عبد الفتاح، محمد بيلعب مرتبط ال 18 ومؤمن اخوه هيلعب مرتبط الدرجة الأولى، والوالد كابتن طارق خيري لديه مباراة هامة النهاردة في نهائي مرتبط السيدات أمام سبورتنج. كل التوفيق لمحمد طارق خيري ومؤمن خيري والكابتن طارق خيري. اوتسايد اهلاوي على طول، ياسين عبده يعيد مره ثانيه ياخذ السكرين من عمر عصام لمؤمن خيري، سكرين ثاني يعدي مؤمن، لسه مؤمن يدور على 3 بوينت يقلب السكيب باس حلوه قوي لابراهيم، ابراهيم في الاوبن شوت لكن بلوك بيتعمل على طول منه لاحمد وائل بيعمل له البلوك، يسلم على طول احمد وائل في ال 1 ان 1 مان تو مان لازال النادي الاهلي. محمد سيد ياخد السكرين، عدى عكس السكرين في الدرايف يطلع كيك اوت لوائل، وائل في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل، وهنا فاول وخطا شخصي على عمر موفق رقم 5 يحتسبه كابتن محمد صبحي، والاوتسايد لصالح النادي الزمالك. خرج ابراهيم محمد، نزل عمر حاتم رقم 23، ده الفارق الى نقطه وحيده، الاوتسايد لصالح نادي الزمالك. يستلم احمد وائل يحاول يسيطر على الكره كده توصل في الاخير الى محمد سيد على الميديم شوت شوت لكن لا ينجح في التسجيل، لكن هنا في اوفنسيف فاول من حسن خالد يسري اللي لسه نازل رقم 11، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. الاوفنسيف فاول ما فيهوش تو شوتس، ده حوار الكوتش او الكابتن عبد العليم محمود. بدايه الهجمه عن طريق محمد خيري، يبدا الهجمه وتقول لرقبته محمد سيد، الفرقتين لازالوا مان تو مان، وادي فاول اخر تجاه ياسين عبده، والفاول والخطا الشخصي على محمد مصطفى. تو شوتس لصالح النادي الاهلي، ياسين عبده على الفري ثرو الاول. فري ثرو اول لياسين عبده لا يسجل، فري ثرو ثاني لياسين عبده ينجح في التسجيل، يضغط النادي الاهلي مان تو مان بريس فول كورت على طول. زياد سامح حاول يعدي قبل الثمان ثواني، عدى فعلا، يسلم لمحمد سيد، محمد في الاختراق بيك اند رول كده مع حسن خالد يسري اللي بينجح في تسجيل 2 بوينت جديده، يوسع الفارق الى نقطتين لصالح نادي الزمالك. عمر موفق تحت الباسكت، محمد خيري سبين موف حلو قوي، يروح ووصل وياخد الاند وان. محمد طارق خيري سبين موف ولا اروع، ينجح في تسجيل نقطتين ومعاهم الاند وان لصالح النادي الاهلي. ياتي بالتعادل، وهنا الفاول على محمد سيد، ياتي بالتعادل ولديه فرصه للتقدم في الاند وان. محمد خيري اند وان، محمد سيد يخرج من نادي الزمالك، هنشوف مين اللي نزل مكانه. تعليمات كده الكوتش
محمد اشرف لعمر حاتم رقم 23، محمد خيري على الفري ثرو او الاند 1 والرمي الحره الاضافيه ينجح في التسجيل. اولى التقدمات لصالح النادي الاهلي في احداث هذا الكوارتر، اقل من 3 دقائق و20 ثانيه متبقيه تقريبا على انتهاء احداث الكوارتر الاول. احمد وائل ما زال متولي البوينت جارد، يسلم على طول لزياد يروح ويوصل، لكن بلوك ولا اروع من عمر عصام عبد الحميد، ينجح في منع تسجيل نقطتين عن طريق زياد سامح وبلوك. ما فيش اروع من كده، ما فيش اجمل من كده. عمر اوتسايد زملكاوي، حوار جانبي اخر الدكه كده يجلس الكابتن او الكوتش احمد مرعي لمشاهده المباراه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم عقب هذه المباراه، مباراه الكبار ما بين الاهلي والزمالك، انتظرونا في استوديو تحليلي قوي جدا مع الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن محمد سلعوه والكابتن هاني عبد المنعم فقط على قناه النادي الاهلي. نزل دلوقتي مصطفى جابر رقم 10 من نادي الاهلي، تغيير يجري الكوتش محمد اشرف، بساط سريعه تروح على طول لاحمد وائل اللي بيعمل الدرايف كده والبيك اند رول، لكن السيد حاضر على طول من محمد خيري. محمد خيري في الاول زاويه يقف كده وهنا على ملعبه يلعب السيت بلاي مره ثانيه. محمد خيري عايز يسلم لعمر، سلم لعمر فعلا، عمر يلعب 1 ان 1 يطلع الكيك اوت على طول عند عمر حاتم. عمر في الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع، ثلاث نقاط لعمر حاتم، ينجح في التقدم بنتيجه 14-11. احمد وائل يبدا الهجمه لنادي الزمالك، يتولى رقبته على طول مصطفى جابر تحت الباسكت لزياد، زياد يسلم لحسن، حسن خالد في الدرايف 1 ان 1 لكن لا ينجح في التسجيل. عمر موفق على طول ديفنسيف ريباوند ويطلع الاوت ليت كده عمر محمد خيري، لكن ما يلحقش محمد خيري وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. تايم اوت يطلبه كابتن انطوان ميشيل لصالح نادي الزمالك. نسمع التعليمات، نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم. قصيرين خيري خد بس الاسكان الاول علشان ممكن تاخدها على طول باصه، مفيش انسايد. حسيت ان انت مش قادر تديله كمل اللعبه، بس لازم تكمل بسرعه لان احنا هناخد هنا 2 اور 3 سكند فالتايم هيبقى قليل، فروح لف على طول يا خيري اعمل الاسكينه بسرعه، والاسكينه دي بسرعه من 5 على هاند اوف، بعد كده شوف الفلين. تمام، لو بنلعب شورت ممكن نلعب شورت، الاسكينه الاولانيه دي كويسه عشان هما بيخرجوا في الهاند اوف طف، فالاسكينه دي كويسه. خيري هاند اوف كويس، ادي الكره لموفق عمر حاتم، قرب شويه ما تاخدش البيك اند رول، بص على درايف يلا 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 يلا. انتهى التايم اوت اللي طلبه نادي الزمالك عن طريق الكوتش انطوان ميشيل، بدايه احداث الهجمه عن طريق النادي عن طريق نادي الزمالك. اوت سايد اخير، حاول كده مؤمن خيري يلحقه، محمد طارق خيري عفوا يلحقه، لكن في الاخير الاوتسايد صالح نادي الزمالك. ضغط اهلاوي من بدايه الملعب، استلم على طول احمد وائل رقم 30 من نادي الزمالك في ال 1 ان 1، يعدي قبل الثمان ثواني معاه محمد خيري، يسلم لزياد سامح، زياد سامح بالاند اوف على طول مع محمد حاتم اللي لسه نازل، محمد حاتم هي اللي بالكيك اوت عند احمد وائل في الدرايف واحد على واحد ويروح ويسلم لكن لا ينجح في التسجيل عن طريق حسن خالد يوسف. يبدا الهجمه نادي الزمالك عن طريق نادي الاهلي عفوا عن طريق مصطفى جابر، لكن في الاخير تقطع منه تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. تغيير اخر يجري كوتش محمد اشرف، احمد فادي هاني بدلا من محمد طارق خيري. ضغط نادي الزمالك على مصطفى جابر رقم 10، استلم على طول لكن في الاخير احمد فادي هو اللي هيقوم بدور صانع الالعاب او البوينت جارد، هندوف على طول مع عمر حاتم، عمر حاتم مره ثانيه مع عمر موفق، عمر حاتم في ال 1 ان 1 ستيل موجود نجح فعلا في نادي الزمالك عن طريق حسن خالد يوسف. احمد وائل يسلم لزياد سامح، زياد لاحمد وائل مره ثانيه، طلب السكرين من حسن خالد ياخد على طول احمد وائل ويروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل، واحتسب فاول خطا شخصي تجاه اللاعب عمر حاتم رقم 23. تو شوتس لاحمد وائل. عمر
احمد وائل على الفري ثرو الاول. فري ثرو اول غير ناجح لاحمد وائل. فري ثرو ثاني لاحمد وائل. ينجح في التسجيل يضيق الفارق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي. احمد فادي هاني في بدايه الهجمه الاهلي والاهلاويه. احمد فادي هاني حاول يسيطر على الكره قبل ما تطلع الاول، نجح فعلا. لسه احمد هاني بيسلم لعمر موفق، عمر في الدرايف من الميدل، راح عمر بطوله عمر وصل عمر لكن ينجح في التسجيل. لسه الكره حائره في الاخير يلم احمد فادي وتقع منه وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. هيضغط النادي الاهلي من اول ملعب. اسمه الكورت مان تو مان. احمد وائل يبدا الهجمه معاه مصطفى جابر، عدى قبل الثمان ثواني احمد وائل، لسه الكره معاه احمد جابر، وهنا في فاول وخطا شخصي على عمر حاتم رقم 23. فاول الشخص الثاني على عمر حاتم. والتو شوتس لصالح احمد حسام اللي قدام حضراتكم. عمرو انيس ينزل مكان عمر حاتم من النادي الاهلي. عمرو انيس رقم 23، عفوا عمرو انيس رقم 22. فري ثرو اول غير ناجح. من حسام احمد حسام، فري ثرو ثاني احمد حسام. ينجح في التسجيل يضيق الفرق الى نقطة وحيدة. احمد فادي هاني في بداية الهجمة. ضغط من نادي الزمالك مان تو مان من اول ملعب زي ما بيقولوا. استغرق سكرين على طول عمرو انيس، هندوخ مع احمد حاتم. احمد هاني سلم لعصام، الكيك اوت على طول، لكن هنا في فاول وخطا شخصي تجاه اللاعب مصطفى جابر رقم 10. مين اللي ارتكب الفاول؟ ثلاث اخطاء شخصيه والفاول لصالح مصطفى جابر. ثلاث رميات في سلو اول غير ناجح. نقطة واحدة. فري ثرو ثاني أيضا غير ناجح. توقف 21 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. مصطفى جابر والفري ثرو الثالث ينجح في تسجيله. تغيير آخر يجري كوتش محمد أشرف، هيخرج عمر موفق، هينزل محمد ياسين عبده، خرج أيضا عمر عصام عبد الحميد. استلم أحمد وائل على طول، يعدي بالملعب قبل الثمان ثواني، فايق كده حلو قوي ويروح ويوصل، لكن في الاخير يوسف عبد الهادي رقم 99 لسه نازل دلوقتي يعمل بلوك ولا اروع، والكره اوت سايد في حيازه نادي الزمالك. اوت سايد زملكاوي، وفي اصابه كده لعمرو انيس، اتمنى له الشفاء. ادي هنا البلوك واقف هنا نموذج للدفاع. اوت سايد زملكاوي، ست ثواني متبقاة على انتهاء احداث الكوارتر الاول. استلم على طول احمد حسام، حاول معاها لكن في الاخير تخبط في ايد احمد فادي هاني واوت سايد لصالح الزمالك. احمد حسام هيطلع الاوت، سلم لاحمد وائل. وائل وائل لسه وائل لسه وائل لسه وائل في البيك اند رول مع زياد. زياد بيحاول يروح ويوصل لكن ولا اروع من كده بلوك يوسف عبد الهادي اللي ينجح انه يعني كده يحبط الهجمه، وعلى طول البازر تايم كان اسرع عشان تنتهي احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 15-13. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني. نعود اخيرا للكوتش احمد او كوتش محمد اشرف توفيق امام نادي الزمالك دوري المرتبط دور الثمانيه. نسمع التعليمات مع حضراتكم. خمس لعيبه بوكس اوت ريباوند، اوكي؟ ماشي اوفنس، الكره تمشي، انت شوط فاضي، ابراهيم شوط فاضي، الكره تمشي بس. بالنسبه للاوفنس، حمص لو في الملعب فادي معاك لقيت حمص، لازم تلعب قلبه، لازم تاخد. التعليمات الاخيره للكوتش محمد اشرف توفيق، وايضا نائب رئيس القطاع الكابتن كريم ضيف، واحد من نجوم النادي الاهلي، برضه الخبرات بتاعه ليها دور. الستارت لاين اب للنادي الاهلي عمرو انيس، عمر موفق، عمر عصام عبد الحميد،
ومصطفى جابر رقم 10 واحمد فادي هاني. ده الستارتنج لاين اب اللي بدا بيه الكوتش محمد اشرف. اما الحيازه لصالح النادي الاهلي، احمد حسام رقم 4، زياد سامح رقم 5، رقم 11 حسن خالد يسري. وهنقول لحضراتكم مين زون 2 1 2 ينفذه نادي الزمالك في دفاعاته. احمد فادي هاني لعمر عصام تحت الباسكت، عمر يطال يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسديد، يلم على طول حسن يسري، يعدي احمد وائل عفوا عمر جمال، رجع المره ثانيه للملعب عمر جمال في مركز صانع الالعاب والبوينت جارد، يسلم لاحمد حسام بالبيك اند رول بالاستجر سكرين، يعدي ويوصل ويروح وينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثاني عشان ياتي معها بالتعادل. يبدا فاحمد فادي هاني بدايه الهجمه للاهلي والاهلاويه، لعمرو انيس، عمرو انيس في الدرايف ياخذ سكرين من عمر لاحمد فادي مره ثانيه، لسه الزمالك زون ديفنس، مصطفى جابر لاحمد فادي في الدرايف ويروح بالفلوتر شوت ويعدي لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك عن طريق احمد حسام، يقلب الملعب لعمر جمال، عمر في الدرايف لكن هنا في الاخير عمرو انيس ينجح او عفوا يرتكب معاه فاول وخطا شخصي تجاه محمد حاتم اللي قدام حضراتكم رقم 12. خروج محمد عمار من النادي الاهلي ونزول انس عبد المطلب او طلبة الصغير اوتسايد زملكاوي. عمر جمال ياخد السكرين على طول من زياد سامح، يعدي في الدرايف ويقلب السكيب باس على طول ليه 3 بوينت عن طريق احمد حسام، ثلاث نقاط جديده لصالح نادي الزمالك، يعلي بيهم الفرق الى ثلاث نقاط والتقدم الاول لنادي الزمالك في احداث عمر الكوارتر الثاني. ادم طلبه او عفوا انس طلبه، باصات سريعه للنادي الاهلي، انس لعمرو انيس، عمرو انيس ليه موفق، موفق لاحمد فادي هاني في الدرايف من البيز لاين، يعدي ويسلم لكن في الاخير بيعمل الستيل على طول. اللاعب محمد حاتم في الاول زاويه يسلم الاسيست لحسن خالد يسري، ينجح في تسجيل نقطتين على طول. كوتش محمد اشرف يطلب تايم اوت لايقاف تقدم الزمالك، خمس نقاط او سبع نقاط عفوا سجلهم نادي الزمالك في بدايه احداث الكوارتر الثاني ولم يسجل النادي الاهلي، مما اجبر الكوتش محمد اشرف توفيق على طلب تايم اوت. نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد اشرف. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، بدايه الهجمه عند الاهلي والاهلاويه، كابتن ابراهيم الجمال في حضور المباراه، مدرب 20 سنه لفريق النادي الاهلي. رجوع محمد طارق خيري مره اخرى الى ارض الملعب، محمد طارق يبدا الهجمه، عمرو انيس، انيس ياخد سكرين من عمر عصام، سكرين مره ثانيه يعمل درايف يوصل ويروح بشماله وينجح في تسجيل اولى النقاط في احداث الكوارتر الثاني. بدايه الهجمه عن طريق عمر جمال، يتولى رقابته عمرو انيس، لسه عمر جمال يسلم لاحمد حسام، انا الصلبه يتولى رقابته بتركيز شديد جدا، حسن خالد في البيك اند رول ويروح ويوصل وينجح في التحقيق في تسجيل نقطتين بعد بيك اند رول رائع من حسن خالد ومحمد حاتم. بدايه الهجمه الاهلي والاهلاويه، محمد خيري لانس عبد المطلب، انس في الدرايف يسلم على طول ليه محمد خيري، محمد في الاوبن شوت 3 بوينت لكن يدخل اوت سايد لصالح النادي ازمه.
خمس نقاط هو الفارق 22-17 لصالح نادي الزمالك. استلم على طول عمر جمال. عمر يعدي قبل الثمان ثواني. عمر لسه مع الكوره في لون زاويه روح لكن ما نجحش في التسجيل. حاول معاه النادي الاهلي مره ثانيه لكن في الاخير سكن شانس كده عند زياد حسام. زياد يسلم لاحمد حسام في الدرايف. احمد حسام يروح لكن لا ينجح في التسجيل وهنا الخطا والفاول تجاه انس عبد المطلب. فاول لانس عبد المطلب لصالح النادي الاهلي. شوفوا مره ثانيه هنا على مين؟ هنا على زياد سامح رقم خمسه. ده اوتسايد اهلاوي. محمد خيري في بدايه الهجمه. ليه؟ عمرو انيس. سكيب باس كده على طول لعمر موفق. محمد خيري في البيزلاين على اوبن شوت. محمد خيري الشوط لكن لا ينجح في التسجيل. عمر موفق يحاول معاها لكن ما بينجحش في الحصول على الاوفنسيف ريباوند. يسلم على طول. ليه احمد حسام رايح في الاول زاويه لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام توصل لانس عبد المطلب. انس في الوان هاند باس لسه بيسيطر على الكره لكن للسيل حاضر على طول من حسن يوسف. يعمل الدرايف الوان ان وان لسه ويروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. محمد خيري ينجح في الحصول على الديفنسيف ريباوند ويبدا الهجمه. السكيب باس على طول لعمر موفق للصاصة. الصاصة في بوينت يا صاصة لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. يلم على طول فاص بريك ضائع للنادي الاهلي. محمد حاتم في الدرايف واحد على واحد ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك يعلي الفارق الى 24-17 لصالح نادي الزمالك. تغييرين شوف مين نزل دلوقتي في الزمالك. اللي خرج دلوقتي احمد حسام رقم اربعه نزل مكانه ونزل ايضا عمر فتح الله رقم 32. محمد اشرف سبع نقاط هو الفارق. محمد خيري يبدا الهجمه للاهلي. محمد خيري لانس عبد المطلب في الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. على طول عمر عصام يسلم ويطلع كيك اوت ليه عمرو انيس. عمرو انيس موفق موفق على الاوبن شوت ولا ينجح ايضا في التسجيل. يلم انس عبد المطلب مره ثانيه لعمرو انيس. عمرو انيس يجرب حظه لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. موفق في السكند شوت مره ثانيه ويحاول على الباسكت لكن في الاخير يعمل معاه حسن خالد يوسف رقم 11 فاول وخطا شخصي او عفوا عمر فتح الله رقم 32 يعمل معاه فاول وخطا شخصي. لا ده على عمر جمال رقم 24 عفوا. تو شوتس لعمر موفق. فري ثرو اول لا خرج عمرو انيس. هنشوف مين نزل مكانه مين في الاهلي. نزل مكانه عمر حاتم. عمر موفق هو فري ثرو الاول لا ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لعمر موفق. ينجح في التسجيل بداية الفارق الى ست نقاط. بداية الهجمة عن طريق احمد وائل اللي عدى لارض الملعب مرة ثانية. احمد وائل ومعاه عمر حاتم يسلم على طول ليه حسن يسري زون ديفنس النادي الاهلي 2-3. احمد وائل الكيك اوت حاول معاه عمر لسه وائل في الدرايف واحد على واحد ويسلم كده على طول للاعب احمد حسام رقم اربعه اللي عاد مره ثانيه وينجح في الحصول على نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك. ثمان نقاط هو الفارق. بساط سريع على النادي الاهلي في البيس لاين. محمد خيري يسلم لانس عبد المطلب ليه عمر حاتم. بساط اسرع في البيس لاين للمره الثانيه عند محمد خيري اللي بيقف على الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط بداية بيهم فرق الى خمس نقاط لصالح نادي الزمالك. ثلاث نقاط لمحمد خيري. بدايه الهجمه عند الزمالك لكن للسيل حاضر ويروح على طول عمر حاتم وينجح في الحصول على مفيش داعي للكلام ده. مفيش داعي للكلام ده. تعال 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 عايزك. مفيش داعي للكلام ده لكن هو حصل على خطا شخصي وفاول. حسن عمر حاتم وحسن يسري حسن خالد يسري. ما
تستغل في تايم اوت. اعتقد في تايم اوت، في تايم اوت يطلبه الكابتن انطوان ميشيل. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت وتو شوتس او عفوا اوتسايد لصالح نادي الاهلي. محمد خيري يسلم لعمر موفق، عمر بيهوش كده ويطلع الكيك اوت على طول لعمر حاتم اللي بيطلب من انس صلبه يعمل سكرين لمحمد خيري على اوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام بيلم السكند شانس ويروح على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى 3 نقاط لصالح نادي الزمالك. محمد خيري وادي عمر عصام في الهوك وينجح في تسجيل نقطتين. لسه الكوره عند نادي الزمالك عن طريق محمد حاتم اللي بيقف وشوت 3 بوينت وينجح في تسجيل 3 نقاط يوسع الفارق مره ثانيه الى 6 نقاط. محمد خيري في بدايه الهجمه للنادي الاهلي زون 2-1-2 نادي الزمالك. محمد خيري يسلم لعمر عصام هاند اوف على طول مع عمر انس او انس عبد المطلب وادي درايف كده من عمر موفق لكن في الاخير تطلع الكره اوتسايد لصالح نادي الزمالك. عفوا النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. انس طلبه او انس عبد المطلب يسلم لعمر حاتم. عمر حاتم يقلب الملعب على طول عند عمر موفق في البيزاين على طول هيطلع لعمر او محمد خيري. عمر حاتم في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ايربول يلم طلبه لكن كان بزر 24 ثانيه هو الاسرع وانتهى الهجمه لصالح نادي الزمالك. 4 دقائق متبقيه او اقل من 4 دقائق متبقيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. احمد وائل دوره يسلم كده لاحمد حسام، حسام ياخد السكرين من ادم عبد الفتاح اللي عدى الارض الملعب مره ثانيه. محمد حاتم في الدرايف 1-1 يوصل ويروح لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام يطلع الاوت ليت على طول لمحمد خيري ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي تجاه ادم عبد الفتاح رقم 1 او عفوا احمد حسام رقم 4. يخرج انس عبد المطلب وينزل مكانه ياسين عبده في تغيير يجري الكوتش محمد اشرف. اوتسايد اهلاوي. محمد خيري في مركز بوينت جارد او صانع الالعاب وصلت سريعه للنادي الاهلي الاخير عند محمد خيري في البيز لاين او الحد النهائي. عمر حاتم ليه عمر موفق على الاوبن شوت، عمر موفق لا ينجح في التسجيل. صراع كده على الكره في الاخير تنتهي عند علي عبد الوهاب اللي لسه نازل مصعد من تحت 16 سنه. يروح الهجمه على طول لاحمد وائل، احمد وائل لسه الكوره مع احمد وائل. زون ديفنس النادي الاهلي 2-3. ادم عبد الفتاح لعلي، علي بيلف لكن في الاخير فاوله مارشيه مارشيه ووكينج وترافلينج على علي رقم 20. خلفت المشي بالكره على علي رقم 20 لاعب نادي الزمالك. 6 نقاط هو الفارق ما زلنا. الفريقين الدرجه الاولى فريق نادي الاهلي ونادي الزمالك الى ارضيه الملعب الاستعداد للمباراه. افكر حضراتكم ان قناه الاهلي ان شاء الله هتذيع لحضراتكم باستوديو تحليلي قوي مكون من كابتن هيثم السعيد ومعه كباتن النادي الاهلي الكابتن محمد السلعاوي وايضا كابتن هاني عبد المنعم. الساعه 5:30 باذن الله مباراه قويه جدا الديربي، ديربي كره السله المصريه.
شوط سريع كده للكوتش محمد اشرف توفيق لاعبيه والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. زلنا في انتظار استكمال المباراة. خلاص هنبدأ. محمد خيري يبدأ الهجمة للأهلي والأهلاوية. 6 نقاط هو الفارق، أقل من 3 دقائق متبقية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. عمر حاتم لياسين يسلم تحت الباسكت عمر عصام. عمر في الوان وان سكيب باس على طول عند عمر حاتم في الدرايف 1-1، لكن في الأخير ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي تجاه أحمد وائل رقم 30 والأوتسايد أهلاوي. شكرا لمخرجنا على الإعادة أستاذ أحمد عادل وأستاذ محمد دكوري. مخرجنا النهاردة إن شاء الله وأدي عمر موفق. عمر في السبين موف لكن ووكن كده وترافلينج أو مخالفة المشي بالكرة على عمر موفق وأوتسايد لصالح نادي الزمالك. استلم على طول احمد وائل لكن في الاخير يرتكب معاه محمد خيري فاول وخطا شخصي. اوتسايد زملكاوي. دقيقتين ونص متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ادم عبد الفتاح راح على طول بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين. يسلم على طول محمد خيري. 9 الفارق الى 31-23. 8 نقاط هو الفارق حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين. عمر حاتم ترن اوفر والباد باس كده يستلم على طول ويعمل ستيل احمد وائل ويحاول في الاول زاوية لكن ياسين عبده ينجح في الستيل ويرجع الكره ثاني للنادي الاهلي عن طريق محمد خيري. محمد يعلق الكره لعمر موفق. عمر موفق في البيز لاين يروح لكن بيتعمل معاه بلوك من علي ويطلع الاوتلت على طول او لا. فيرست باس لاحمد وائل في بدايه الهجمه. احمد وائل زون ديفنس 2-3 النادي الاهلي. دفاع المنطقة أدهم آدم يلف وارتكز لكن هنا علامة أو صافرة كابتن عبد العليم محمود بترافلينج على آدم عبد الفتاح. ووكينج أو مخالفة المشي بالكرة على آدم. هيخرج محمد طارق خيري. هنشوف هينزل مكانه مين. تايم أوت يطلبه الكوتش محمد أشرف توفيق. 23 الأهلي 31 نادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم وصول الفريقين لارضيه الملعب لبدايه المباراه بعد انتهاء هذه المباراه باذن الله. 23 الاهلي 31 الزمالك. دي 40 سنه متبقيه على احداث الكوارتر الثاني. نسمع التعليمات نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت والحازة للنادي الاهلي. عمر عصام عمر موفى عمر حاتم وياسين عبده وعمر ومحمد طارق خيري. زون ديفنس ما زال نادي الزمالك 2-1-2. عمر حاتم يسلم لياسين عبده يقلب الملعب على طول البيز لاين عند محمد خيري. اطول عمر موفى عمر يهوش حلو قوي بشماله وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ده الفرق الى 6 نقاط لصالح نادي الزمالك 31-25. وادي هنا الفيك بشمال وينجح في التسديد نقطتين. هنا
في الأخير الجامبول والحيازة ما بين علي وما بين ياسين عبده والحيازة لصالح نادي الزمالك. 14 ثانية جديدة في زمن الهجمة. توقي دقيقة وتسع ثواني على أحداث الكوارتر الثاني. محمد حاتم في الدرايف 1-1 بالفلوتر شوت يروح لكن لا ينجح في التسجيل. عمر موافق على طول ديفنسيف ريباوند طلع الفص ضيق عمر. لا والله راح في الاول زاوية يسلم لياسين عبده لكن ياسين ينجح في الحصول على فاول وخطأ شخصي من أحمد وائل رقم 30 والتو شوتس للصالح ياسين عبده. في إصابة هنا سلامات لمحمد حاتم لاعب نادي الزمالك. زل الدكتور يطمن عليه. سلامات لمحمد حاتم. حاجة في كتفه. نتمنى له الشفاء العاجل طبعا يا رب. كل السلامة لكل لاعبينا. هم ما دفعوش الاشتراك. استدعاء الطبيب الفريق. واضح ان في اصابه في كتفه فسلامات الف سلامه لمحمد حاتم كوتش محمد اشرف وتركيز تام في احداث المباراه. الحمد لله محمد حاتم سلامات طمن عليه. عمر موفق ومحمد طارق خيري هيتم تغييره. والتو شوتس لياسين عبد اقل من دقيقه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ياسين عبده والتو شوتس والفري ثرو الاول والثاني. محمد خيري يخرج وينزل مكانه احمد فادي هاني رقم 34. ياسين على الفري ثرو الاول لا يسجل. ازمه فاول شوتنج بيسرو تاني مرة دي ينجح. يضغط نادي الزمالك علي هيطلع الاوت سايد على طول سلم لاحمد وائل. احمد وائل ومعاه ياسين عبده ينجح في الستيل. ياسين لسه الكورة حائرة وفي الأخير تذهب إلى النادي الأهلي. دفاع قوم النادي الأهلي نتج عن بريس من أول ملعب طبقا لتعليمات الكوتش محمد أشرف. اوت سايد أهلاوي. اوت سايد أهلاوي ياسين أحمد فادي هيطلع الاوت. يسلم لعمر حاتم لسه زون ديفنس نادي الزمالك. 1-2-2 عمر حاتم لاحمد فادي لياسين لفادي مره ثانيه في لكن فادي قرر انه يشوط 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. ياسين عبده من اعلى نقطه وينجح انه ياخد الاوفنسيف ريباوند لكن في الاخير في فاول وخطا شخصي اتجاه ياسين عبده على اللاعب رقم 23 محمد مصطفى والتو شوتس لياسين عبده. هيعود الى ارض الملعب يوسف عبد الهادي. ريسرو اول ليه يوسف عبد ياسين عبد عفوا يوسف عبد الهادي ينزل مكان عمر عصام تغيير اخر يجريه كابتن محمد اشرف لكن خلاص ياسين عبده على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 27-31 والفري ثرو الثاني 4 نقاط هو الفارق. ينجح ايضا في التسجيل هيجري تغيير كوتش محمد اشرف وهيضغط النادي الاهلي مره ثانيه. علي هيطلع الاوت يسلم على طول لاحمد وائل معاه ياسين قطع منه الكره اللي فاتت. هل هيكررها؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. على طول يستلم محمد مصطفى في ال 1-1 معاه عمر حاتم يسلم مره ثانيه لاحمد حسام. احمد حسام في ال 45 يقلب الكره لاحمد وائل على اوبن شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل. حاول معاها كده على طول ويلم ابراهيم محمد لسه نازل وادي عمر حاتم في الدرايف 1-1 وينجح في تسجيل نقطتين. ده الفرق الى نقطه وحيده متوقع هل خلاص اللحظات الاخيره للكوارتر الثاني. وادي احمد وائل يروح ويوصل لكن في الاخير يوسف عبد الهادي يحصل على خطا وفاول وتو شوتس لاحمد وائل لكن دفاعات قويه من النادي الاهلي نجح فيه تضييق الفرق الى نقطه وحيده
لصالح نادي الزمالك. احمد وائل والتو شوتس لصالحه. الفاول الاخير كان على يوسف عبد الهادي رقم 99. في تغيير قادم، محمد خيري مكان يوسف عبد الهادي. كوتش محمد اشرف يحتاج الى السرعات في بناء الهجمه او في الفاست بريك، اذا استغل الفاست بريك ونجح في التسجيل يحتاج الشوتر، ده اللي بيفكر فيه كوتش محمد اشرف. احمد وائل على الفريسو الاول لا يسجل، تظل النتيجه فرق النقطه الوحيده لصالح نادي الزمالك. فريسو ثاني لاحمد وائل ينجح في التسجيل، يوسع الفارق الى نقطتين. محمد خيري على الدرايف على طول يوصل في الاول زاويه يروح، ولكن حظك وحش يا محمد، هارد لك يا محمد، عشان تاتي مع صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم نادي الزمالك 32-30. نشوف اللعبه مره ثانيه، وادي الدرايف استغلال السرعات زي ما قلت لحضراتكم، وصل لكن في الاخير لم ينجح في التسجيل عشان تظل النتيجه فارق النقطتين لصالح نادي الزمالك. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله استراحه قصيره ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث، على ان نعود لكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الثالث، فلا تذهبوا بعيدا. الزمالك حكام اللقاء كابتن عبد العليم محمود، كابتن محمد صبحي، وبدايه احداث الكوارتر الثالث. زياد سامح وتعليمات اخيره من مدربه والحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. 32-30 لصالح نادي الزمالك. احمد فادي هاني، عمر عصام عبد الحميد، محمد خيري وياسين عبده، وفي الاخير عمر موفق. من تمان نادي 2-1-2 نادي الزمالك. الكيك اوت على طول عند ياسين عبده، واولى الثلاثيات لكن لا ينجح في التسجيل، اللي لما على طول نادي الزمالك عن طريق احمد وائل. احمد وائل في الاول زاويه، احمد وائل في الاول زاويه، راح وصل نجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث عن طريق احمد وائل. شيء جميل ومشرف وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي داخل نادي الزمالك، والعكس ايضا. محمد خيري، نعود الى الهجمه، كيك اوت لعمر موفق، عمر موفق يقلب الملعب على طول، سريع لياسين عبده، ليه محمد اشرف ينزل على طول عمر عصام في الوان ان وان، يلف ويرتكز ويروح، لكن في الاخير مخالفه المشي من الكره والووكن على عمر عصام عبد الحميد. اوت سايد لصالح نادي الزمالك. طبعا لا ننسى ابدا الدعاء بالشفاء ان شاء الله للسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي، يمر بوعكه صحيه ان شاء الله يتم شفائه على خير. احمد وائل في بدايه الهجمه يسلم على طول لزياد سامح، زياد يقلب الملعب لمحمد حاتم اللي بيروح، ولكن البلوك من ياسين عبده. عمر موفق يطلع الكوره لاحمد هاني، احمد فادي يسلم لعمر او محمد طارق خيري، ينجح في تسجيل نقطتين، يدير الفريق مره ثانيه الى نقطتين لصالح نادي الزمالك. اللي حصل مره ثانيه محمد خيري، وادي التو بوينت الجديده او الاولى داخل الكوارتر الثالث في بدايه احساس الكوارتر الثالث. تعليمات كده سريعه من الكوتش محمد اشرف للاعبين، مع الكوتش احمد حسام النبي المدرب المساعد والكابتن كريم ضيف نائب رئيس القطاع دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، متواجد في المقصوره الرئيسيه لصاله نادي الزمالك. النهارده بتقام في نفس التوقيت مباريات الدوري المرتبط ما بين الاهلي والزمالك اللي بنذاعها على حضراتكم، سموحه والاتصالات، سبورتن والاولمبي، الاتحاد والجزيره. ان شاء الله الفائز من الاهلي والزمالك باذن الله ان شاء الله يكون الاهلي، هيلاقي الفائز من الاتحاد والجزيره. اما سبورتن والاولمبي الفائز منهم سيقابل او سيلاقي الفائز من سموحه والاتصالات. العلامه الكامله لكلا الفريقين مارك ستيفن وعمرو زهران، ان شاء الله كده عمرو زهران هيشارك النهارده في احداث قمه كره السله او ديربي كره السله ما بين الاهلي والزمالك. أخيرا من كوتش أنطوان ميشيل للاعبيه، نبدأ المباراة إن شاء الله.
32، الاهلي 34، الزمالك عفوا. وسنبدا احداث ومباريات المباراه. لسه في انتظار تكملة المباراة. لاعب المباراة كان في حوار كابتن محمد جلال عبد اللطيف، في حوار مع كوتش محمد اشرف. بداية احداث الكوارتر الثالث، زياد حسام سلم لاحمد وائل، احمد وائل في الاخير يسلم لاحمد محمد حاتم اللي بيعمل بنتريشن، لكن في الاخير بيتم اعتراضه بالفاول وخطا شخصي واوت سايد لصالح محمد حاتم. اوت سايد للزمالك. يستلم على طول احمد حسام، لسه احمد حسام ما يمتلك الكره، يسلم لاحمد وائل على اوبن شوت 3 بوينت، ينجح في تسجيل 3 نقاط، يوسع الفارق الى 37، 32 5 نقاط هو الفارق لصالح نادي الزمالك. محمد خيري في بدايه الهجمه 2-1-2 زون ديفنس نادي الزمالك. عمر موفق يقلب على طول لاحمد فادي، ياسين لياسين مره ثانيه، ياسين في درايف واحد على واحد كيك اوت لاحمد فادي، احمد فادي في درايف 1-1 كيك اوت مره ثانيه لياسين على اوبن شوت 3 بوينت، لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول محمد حاتم في زاويه. حاتم يروح بالدرايف 1-1 ويطلع لاحمد وائل على اوبن شوت 3 بوينت المره الثانيه، ينجح في تسجيل 3 نقاط ثانيين، 6 نقاط في هجمتين لمحمد وائل او احمد وائل عفوا، ينجح في توسيعه الفارق الى صالح نادي الزمالك بالثمان نقاط. بدايه الهجمه عن طريق محمد خير، يسلم لعمر موفق، عمر موفق في البيز لاين يقلب الملعب على طول لاحمد فادي هاني في السكيب باس ولا في البنتريشن، يعمل البيك اند رول حلوه قوي لعمر عصام، لكن عمر عصام تقع كده في ايده وفي الاخير ترن اوفر على النادي الاهلي واوت سايد لصالح نادي الزمالك. احمد وائل في بدايه الهجمه، وائل لازال معه الكره، دفاع قوي من محمد طارق خيري، عدى وائل لسه وائل، يسلم لحسن خالد لكن في الاخير ترن اوفر ووكن وترابلنج على حسن خالد والاوت سايد يحتسبه الكابتن محمد صبحي. الاوت سايد اهلاوي 8 نقاط هو الفارق، 7 دقائق 25 ثانيه، عمر حاتم في الرجوع الى ارضيه الملعب مره اخرى، يستعين به كوتش محمد طارق اشرف توفيق، محمد طارق خير في بدايه الهجمه ياخد السكرين، عمر موفق عدى طارق يطلع كيك اوت على طول عمر حاتم لياسين عبده على الاوبن شوت، ياسين ب 3 بوينت ولا اروع، ينجح في تضييق الفارق الى 5 نقاط مره ثانيه. توصل الكرة عند احمد وائل في بدايه الهجمه لنادي الزمالك، يسلم لاحمد حسام لكن دفاعات قويه من ياسين عبده اللي لسه مسجل 3 بوينت. زياد حسام، زياد في ال 1-1 مع عمر عصام في ال 1-1 يعمل الفيد اواي، يروح يوصل ينجح في تسجيل نقطتين. لازم الدفاعات القويه هنا تبقى اقوى من كده كمان، لازم اكثر شراسه تجاه الهجوم. محمد خير يقلب الملعب لعمر حاتم، عمر في ال 1-1 عمر يقف ويطلع لعمر عصام، عمر عصام في الاخير واحد على واحد ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى 5 نقاط مره ثانيه. 42-36. احمد وائل يسلم احمد حسام في البيك اند رول مع زياد اللي بيروح على الباسكت، ينجح في تسجيل نقطتين مره ثانيه لصالح نادي الزمالك. محمد خير لسه الكرة مع خير، يسلم لعمر حاتم، عمر في الاوبن شوت 3 بوينت لكن ينجح في التسجيل، يلم على طول حسن خالد يسلم لاحمد وائل، احمد وائل في ال 1-1 في الاول ذا واي راح وصل نجح في تسجيل نقطتين، احمد وائل ب 3 بوينت مره والثانيه وول ذا واي الثالثه، 8 نقاط لاحمد وائل في بدايه احداث الكوارتر الثاني. ياسين عبده يسلم لعمر مر في البيز لاين، محمد خير لياسين عبده، عمر حاتم لموفق، موفق على اوبن شوت 3 بوينت شوت ونجح في تسجيل 3 نقاط، عمر موفق ينجح في تسجيل 3 نقاط، 5 دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ادي 3 بوينت وادي الاعاده. شكرا.
سجلنا هدايه الفرق الى 5 نقاط. احمد وائل في لوب الشوط المره دي لكن لا ينجح في التسجيل، تطلع كره كده اوت سايد وتروح للنادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. محمد خير يسلم ليه عمر حاتم سكرين مع عمر من الملعب على طول الموقف لعمر حاتم. عمر حاتم في لوب شوت 3 بوينت لكن لا ينجح في التسجيل، والخطا والفاول تجاه لاعبي نادي الزمالك عن طريق عمر عصام عبد الحميد. اوتسايد على النادي الاهلي. 6 نقاط هو الفارق، 46 40. حاتم يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل، عمر موفق على طول ديفنسيف ريباوند في الاول زاويه 4-3 4-2 راح على طول والاوفنسيف فاول يرتكبه ترن اوفر يرتكبه عمر موفق ترن اوفر وفاول اوفنسيف فاول على لاعبي النادي الاهلي. سبرين انكل كده او سلامات اصابه لعمر موفق شجعنا الزمالك. سلامات لعمر موفق. دكتور شريف ينزل له الملعب على طول. ست نقاط هو الفارق، 4 دقائق 39 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. يوم عمر موفق. سلامات لعمر. وقت بسيط كده في الكحل ان شاء الله يقوم بيها بالسلامه يتعافى منها باذن الله. شوفها مره ثانيه هنا ادي عاد لكره عصام عمر عصام. عمر اللي تلقى العلاج، شوف مين نازل مكانه. كوتش بوستي متابعه دقيقه وهامه. بدايه الهجمه نادي الزمالك عن طريق احمد وائل، احمد وائل يسلم على طول لمحمد حاتم لزياد في البيس لاين على الميديم شوت لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام يلم ديفنسيف ريباوند ويسلم على طول لما محمد خيري يبدا الهجمه، نزل مكانه عمرو انيس. محمد في الاوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ياسين عبد السكند شانس ولا اروع، ده الفارق الى 4 نقاط لصالح نادي الزمالك. 42 46 دفاعات قويه للنادي الاهلي هي الكلمه العليا في حسم هذه اللقاء. استجر سكرين على احمد وائل يسلم على طول لكريم محمد حاتم. حاتم ياخد السكرين عايز يعمل بكندرول لكن على طول تروح على الكوره لاحمد حسام في 1-1. عمرو انيس مش سايبه ياخد السكرين ويسلم بكندرول مع حسن خالد اللي بيعمل طلع على الباسكت كده لا ينجح في التسجيل. خير على طول يلم ويطلع بالملعب ويتكل معاه فاول عن طريق احمد وائل اوت سايد لصالح نادي الاهلي. ادم عبد الفتاح من نادي الزمالك يتواجد في ارض الملعب بدلا من حسن رقم 11. عمر عصام يحاول يسيطر على الكره كده لكن في الاخير تخبط في ايده وتطلع لاست تاتش وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. تيرن اوفر كده مش في وقت. احمد وائل لسه وائل عدى بالسكرين مع عمرو انيس استجر سكرين يسلم على طول ليه محمد حاتم في الدرايف 1-1 يروح لكن لا ينجح في التسجيل. محمد خيري على طول بياخد الكره ويبدا الهجمه في الاول زاويه. محمد خيري يستنى القطع السكيب باص على طول في البيس لاين عند عمر حاتم 3 بوينت لعمر حاتم لكن اوت سايد لصالح نادي الزمالك. وائل على طول يبدا الهجمه. احمد وائل يسلم لمحمد حاتم. حاتم لكن يصير حاضر على طول من عمرو انيس. عمرو انيس يسلم لعمر حاتم 1-1. عمر حاتم يروح يوصل لكن لا ينجح في التسجيل. تروح الكره على طول محمد حاتم مره ثانيه يقف على الاوبن شوت 3 بوينت شوت لكن لا ينجح ايضا في التسجيل. يحاول معاها كده ياسين عبده وينجح في الاخير نزول الكره لكن توصل لمحمد حاتم اللي يقف
ويروح بالفلوتر شوت لا ينجح في التسديد. يهدى كده على ملعبه محمد خيري. خيري تلقى التعليمات من كوتش محمد اشرف. اللعبه اللي هتنفذ ايه على الزون. عمر عصام يعمل سكرين لخيري. خيري يحاول يعدي من ميدل يروح تاني لعصام مره تانيه يطلع السكيب باص لعمر حاتم. اكسترا باص على طول عند ياسين عبده. ياسين لكن بلوك يروح وتوصل الكره كده محمد خيري يعمل تراي والفيداوي على الباسكت لكن في الاخير احمد حسام يلم في الاول زاويه. يهدى على ملعبه 3 على 3 وفاول على ياسين. فاول خطا شخصي على ياسين عبده يحتسبه الكابتن عبد العليم محمود. لسه الفارق كما هو 4 نقاط لصالح نادي الزمالك. تبقى اقل من 3 دقائق على نهايه احداث الكوارتر الثالث. يعود الارض الملعب في نادي الزمالك عمر جمال رقم 24 يستلم على طول زياد سامح يسلم لاحمد حسام بساط سريع تنتهي لاحمد وائل بنتريشن من البيس لاين يروح ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين كمان يوسع الفارق الى 48 42 لصالح نادي الزمالك. 6 نقاط هو الفارق لسه جديد في الملعب. محمد خير ضد نقاط ولا حاجه في عالم كره السله. ياسين عبد عمر عصام تحت الباسكت في 1-1 يروح بالهوك وينجح في تسجيل نقطتين يدعي الفريق المره الثانيه الى 4 نقاط. عمر عصام لاعب واعد كاس بطوله قامه والده هو كابتن عصام عبد الحميد لاعب النادي الاهلي السابق. عدى على طول عمر جمال في الدرايف 1-1 يوصل لكن ينجح في التسجيل. يحاول معاه كده محمد خيري لكن لا استطاع محمد خيري والاوت سايد لصالح نادي عفوا ده لا اوت سايد لصالح نادي الاهلي. كوتش احمد الجرحي المدرب العام المدرب المساعد لفريق الدرجه الاولى سيدات مشاورة كده ما بين الكابتن عبد العليم والكابتن محمد صبحي هل هيتم احتساب الكرة اكتسب الكرة للزمالك فعلا والاوت سايد لصالح نادي الزمالك. دقيقة 37 سنة متوقعة على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. بساط سريعة عند احمد وائل تروح في الاخير توصل لكن لا ينجح في التسجيل. ياسين عبد الفنسل بريموند ولا اروع لمحمد خيري على طول لعمرو انيس. عمرو انيس استنى اللقطة سلم لخيري تلاتات خيري راحت لكن لا تنجح في التسجيل. يلم على طول ادم عبد الفتاح يهدى على ملعبه ويسلم لعمر جمال. عمر جمال في بداية الهجمة والسيت بلاي. عمر جمال عمر عدى بالدرايف 1-1 يوصل لكن طارق عمر محمد طارق خيري عمل حد فاول تو شوتس لصالح عمر جمال. السيت بلاي عزيزي المشاهد هو طريقه اللعب 5-5. حوار جانبي ما بين الكوتش محمد اشرف والكابتن عبد العليم محمود. تو شوتس لصالح عمر جمال. عمر جمال والفري ثرو الاول لا يسجل. وصل النتيجه 4 نقاط كما هو هو الفارق. فري ثرو ثاني. شفت محمد اشرف هيجري تغيير. وادي الديفنسيف ريباوند على طول عند عمر عصام يسلم لمحمد اشرف في الاول زاويه محمد عفوا محمد طارق خيري. لا نفسه فاضي على الاوبن شوت 3 بوينت ونجح في تسجيل 3 نقاط يضيق الفارق الى نقطه وحيده لصالح نادي الزمالك. 47-48 عمر جمال مع عمرو انيس ياخد سكرين من ادم عبد الفتاح اللي انفجر سكرين يسلم على طول لمحمد مصطفى يطلع كيك اوت لعمر جمال على اوبن شوت لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند الاهلي والاهلاويه يسلم لمؤمن او محمد طارق خيري. يبدا الهجمه محمد بالسيت بلاي عمرو انيس ياسين عبده لمحمد خيري ليه عمرو انيس في الدرايف 1-1 يطلع كيك اوت ياسين عبده على الاوبن شوت. ياسين عبده بثري بوينت ولا اروع تجعل التقدم اهلاوي بفارق النقطتين. يا السعيد الاهلي زمام المبادره مره ثانيه والتقدم نقطتين لصالح النادي الاهلي 50-48. خطف النادي الاهلي الكوره توصل لياسين. ياسين يلحق كوره يروح على الدرايف 1-1 ينجح في تسجيل باور لاب جميل بتقدم اخر نقطتين اخرين لصالح النادي الاهلي عن طريق ياسين عبده عشان تنتهي معها احداث الكوارتر الثالث. يعني عايزين نتاكد اذا كان انتهى احداث الكوارتر ولا تايم اوت لكن اعتقد ان هو انتهى احداث الكوارتر
الثالث بتقدم النادي الاهلي 52-48. دقيقتين هي زمن الراحه المقرره، نعود اليكم فيها سريعا مع بدايه احداث الكوارتر الرابع. الغار الكبار بين الاهلي والزمالك في دور الكوارتر فاينل او دور الثمانيه لبطوله الدوري المرتبط لموسم 23-24. كمباك اكثر من رائع تاتي معه نتيجه انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الاهلي بفارق 4 نقاط. كوتش احمد الجرح وتعليمات للاعبين مع كوتش محمد اشرف. 48 الزمالك 52 النادي الاهلي. ان شاء الله اللقاء القادم هيقام يوم الجمعه باذن الله. الجيم 1 توداي او النهارده المباراه الاولى، والمباراه الثانيه يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. عمرو انيس، عمر حاتم، احمد فادي هاني، محمد طارق خيري، وعمر عصام عبد الحميد للستارت لاين اب للكوارتر الاخير والرابع للنادي الاهلي. يبدا به الكوتش محمد اشرف، احمد وائل رقم 30، و عمر جمال رقم 24 كابتن الفريق، والحيازه لصالح نادي الزمالك. حكام اللقاء كابتن عبد العليم محمود، كابتن محمد صبحي، محمد مصطفى رقم 23. هنشوف من متبقي في الخماسي المتواجد لنادي الزمالك. عمرو انيس نظره التركيز، الحيازه لصالح نادي الزمالك، انتظار بدايه احداث الكوارتر الرابع. اعتقد هنا زي ما قلت هنا بيتم اخراج اللاعبين يعني خارج حدود الملعب، لاعبي الدرجه الاولى اللي بيجروا بعمليات الاحماء والاسترتش. كوتش جوستي كام مراقب المباراه. خلاص بيقولوا خلاص احنا هنطلع بره. برضه عدم تشتت لاعبي الفريقين في صف الملعب. خلاص بدايه احداث الفتره الرابعه والاخيره او الكوارتر الرابع. احمد وائل في تنفيذ الاوتسايد، برضه الكابتن عبد العليم يوجه ناحيه نادي الزمالك كما وجه ناحيه نادي الاهلي. يبلغ كده الكوتش سمير جوده المدرب العام لفريق الدرجة الأولى رجال. على وشك بداية أحداث الكوارتر الرابع والأخير، قمة الكبار الصغار الأهلي والزمالك من صالة عبد الرحمن فوزي على قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. أوتسايد لصالح نادي الزمالك، يستلم على طول زياد حسام، يسلم لأحمد وائل في الدرايف واحد على واحد. زياد سامح يلم السكند شانس ويروح بشماله لكن لا ينجح في التسجيل. عمرو أنيس يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لياسين عبده. ياسين لكن مخالفة المشي بالكرة قرار صحيح، وتطلع الكرة أوتسايد وترن أوفر على ياسين عبده، والأوتسايد لصالح نادي الزمالك. أوتسايد للزمالك. عمر جمال هيقود نادي الزمالك في مركز صانع الالعاب او البوينت جارد. ياسين عبده يطلع رقبته بس يدور على احمد وائل، معاه عمرو انيس. ياخد الكره احمد وائل كده على البيك اند رول لكن لا ينجح في التسجيل في 3 بوينت. يلم على طول نادي الاهلي لكن تتلخبط كده وتروح كره على طول لكن ضايع الباسكت محمد مصطفى ما ينجحش التسجيل. عمر عصام يلم ويسلم لاحمد فادي. عمر عصام مره ثانيه في الدرايف واحد على واحد، راح وصل بشماله لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول زياد سامي يدور على احمد وائل. نادي الزمالك في الكوارتر الرابع سيبحث عن اوراقه الرابحه، وهو عن طريق احمد وائل. في المقابل سيبحث النادي الاهلي عن اوراقه الرابحه عمر عصام ومحمد طارق خيري. سكرين لعمر جمال، استاجر سكرين يعدي من البيزاين يروح بالفلوتر شوت لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام ديفنسيف ريباوند على طول ويسلم لعمر حاتم. احمد فادي يروح بالدرايف لكن ينجح في الحصول على فاول وخطا شخصي، وهنشوف اذا كانت كاونت 1-1 ولا 2 شوتس. بس هتخلينا مع الحكم
مع الكابتن عبد العليم، نشوف اشاره الحكم ايه. لكن واضح كده من الكابتن من رد فعل احمد فادي انها فاول نوت كاونت. اوتسايد اهلاوي احمد فادي على اوتسايد. يسلم على طول ياسين عبده. ياسين في ميديم شوت ولا اروع، ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع بنقطتين كمان، يزود الفرق الى 6 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. اوتسايد زملكاوي. كابتن محمد صبح في انتظار، يعني في حوار جانبي كده كابتن انطوان ميشيل. كابتن محمد صبحي خلاص هنبدا الجيم. وادي ستيل على طول من ياسين عبده، ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، وسع الفارق الى 8 نقاط، 56 48. بدايه الهجمه عند نادي الزمالك عن طريق عمر جمال. عمر جمال واحد على واحد، عمر جمال يبحث عن احمد وائل، دفاع لوصيق وصارم من عمرو انيس، لكن هنا في الاخير في صافره وفاول، وهنشوف الفاول. اعتقد الفاول على احمد فادي هاني رقم 34. مان تو مان النادي الاهلي يقابله مان تو مان نادي الزمالك، لكن مان تو مان النادي الاهلي يغلق مفاتيح لعب نادي الزمالك. عمرو انيس لو ركزنا كده في البيزاين هناك هتلاقيه متولي رقابه احمد وائل. وادي هنا ادم عبد الفتاح في الاوبن شوت 3 بوينت، لكن لا ينجح في تسجيل. عمر حاتم ديفنسيف ريباوند ويسلم لاحمد هاني. بدايه الهجمه عن طريق احمد هاني. احمد هاني عدى، لسه الكره مع احمد هاني في الدرايف واحد على واحد، يسلم لياسين عبده، يطلع ياسين، لكن في الاخير ترابلين وترن اوفر على النادي الاهلي. اعتقد هنا في صفره، هل هو تكنيكال فاول ولا ايه؟ ما زالت الاعتراضات مستمره وتحذير من الكابتن محمد صبحي، اي حد هيعترض على التحكيم تكنيكال فاول. في المقابل استدعي الكابتن محمد صبحي لاعبي الزمالك لبدايه المباراه. زياد سامي يسلم لعمر جمال، عمر جمال لسه معاه الكوره، مان تو مان النادي الاهلي. يسلم ليه ادم عبد الفتاح، هندوف على طول مع احمد حسام. احمد حسام يعمل الدرايف واحد على واحد، يلف بالباك سبين ويروح بالفيد اواي، لكن لا ينجح في التسجيل. عمر عصام على طول ديفنسيف ريباوند حاضر، يطلع ليه احمد فادي. احمد فادي يسلم لعمر حاتم، عمر حاتم لهندوف مع احمد فادي مره ثانيه، توصل لعمر حاتم في الاخير. ياسين عبده في الاوبن شوت ياسين، لكن لا ينجح في التسجيل. يزوق كده عمر احمد فادي في الاخير عند احمد وائل اللي بيطلع الكره، لكن عمر انيس جاهز، توصل لعمر حاتم في الاخير. عمر حاتم يعدي الملعب، لسه عمر حاتم يسلم لهاني. هاني فادي يروح بالدرايف، يوصل ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق على طول 58 48. 10 نقاط هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. على طول كوتش انطوان ميشيل يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. نسيبكم مع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم بعد التايم اوت. Thank you.
التايم اوت اللي طلبه الكوتش انطوان ميشيل مدير فني لنادي الزمالك. تعليمات اخيره من كوتش محمد اشرف تجاه لاعبيه في النادي الاهلي. تقدم النادي الاهلي بفارق العشر نقاط، يتبقى 7 دقائق 5 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اوت سايد او الكره في حيازه نادي الزمالك الان. يضغط النادي الاهلي من اول ملعب، ما زالت الرقابه صارمه ولصيقه تجاه احمد وائل. في الاخير يرتكب ياسين عبده بفاول تجاه عمر جمال، اوتسايد لصالح نادي الزمالك. اوتسايد زملكاوي. احمد وائل اللي هيطلع الاوت. يسلم لعمر جمال، عمر جمال شايفين الرقابه اللصيقه باتجاه احمد وائل رقم 30، يحاول يعدي كده لكن في الاخير في فاول على عمرو انيس. عمرو انيس يخرج وينزل مكانه محمد طارق خيري، ادى دوره، استطاع ابطال مفعول الثلاثيات احمد وائل. يستعيده كوتش محمد اشرف على الدكه وينزل مكانه محمد طارق خيري. تولى رقابه محمد احمد وائل محمد طارق خيري مع الكوره. احمد وائل لسه بيدور على 3 بوينت، عايز يلعب ال1 1 ولا هيهوش؟ بيحاول يفكر ال1 1، يقف على الميديا بشوت شوت وينجح في التسجيل. نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك، يضيع الفارق الى 8 نقاط، اولى نقاط نادي الزمالك في احداث وعمر الكوارتر الرابع. محمد طارق خيري في بدايه الهجمه، زون ديفنس نادي الزمالك. عمر حاتم لمحمد طارق مره ثانيه. لعمر حاتم يروح من الميديا يطلع لعمر محمد طارق، وادي باص سريع كده توصل عند عمر عصام، عمر في الباك سبين ويروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. يحاول معاه ياسين عبده لكن في الاخير اللاست تاتش على النادي الاهلي والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. 8 نقاط هو الفارق، 58 50 6 دقائق 6 ثواني على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. ضغط اهلاوي، عمر جمال يتولى رقابته ياسين عبده. عمر جمال في الدرايف 1 على 1، يوصل من البيزاين يوصل ويروح لكن لا ينجح في التسجيل. عمر حاتم ديفنسيف ريباوند لكن في فاول وخطا شخصي تجاه عمر حاتم. هل هنشوف الفاول على مين؟ الفاول لصالح النادي الاهلي، خطا شخصي تجاه نادي الزمالك والفاول لصالح النادي الاهلي. حوار ما بين الكابتن عبد العليم وزياد سامح لاعب نادي الزمالك رقم 5 والاوتسايد اهلاوي احمد فادي هاني في بدايه الهجمه. احمد فادي ياخد سكرين من عمر عصام، طلع كيك اوت على طول عمر حاتم. عمر في الاوبن شوت 3 بوينت ينجح في التسجيل، 3 نقاط كمان يوسع الفارق الى 61 50، يضيع الفارق احمد وائل بنقطتين كمان. تصبح النتيجة فرق 9 نقاط لصالح النادي الأهلي. أحمد فادي كمين مرة ثانية، هاند أوف مع عمر حاتم، عمر حاتم لعمر عصام، عمر عصام في الون ان ون يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول أحمد وائل في الديفنشن صباح، يروح في الأول زاوية اللعبة بتاعته، أول زاوية يقلب الملعب الناحية الثانية على طول، وادي خطأ شخصي وفاول قرار صحيح. والفاول لصالح عمر جمال بالتو شوتس لصالح نادي الزمالك، الفاول خطأ شخصي على محمد طارق خير. عمر جمال على تنفيذ الرميتين الحرتين او التو شوتس لصالح نادي الزمالك. فري ثرو اول لعمر جمال 61 52، فري ثرو اول غير ناجح. فري ثرو ثاني لعمر جمال، لا يسجل، وهنا في خطا وفاول. الفاول الفاول على عمر عصام النادي الاهلي. عمر عصام ارتكب خطا شخصي وفاول، والاوت لصالح نادي الزمالك. تو شوتس هنا تو شوتس، تو شوتس لارتكاب النادي الاهلي اكثر من 4 اخطاء شخصيه. عمر جمال ضيع الرميتين الحرتين
نشوف مين اللي هيشوط. اعتقد اللي هيشوط هو ادم عبد الفتاح. ادم عبد الفتاح هو اللي هيشوط فعلا. فري ثرو اول لادم. 61 52 انتصاف احداث الكوارتر الرابع. ينجح في التسجيل. ادم على الفري ثرو الثاني. ده يسجل. يقعد كرة كده وتوصل لادم على طول في بدايه الهجمه عند احمد وائل. وائل بالوان ان وان. احمد وائل ياخد السكرين بالستيب باك ويشوط على اوبن شوت لكن اير بول. يحاول معاه ادم لكن في الاخير تطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. محمد حاتم رقم 12 من نادي الزمالك عدى الى ارض الملعب مره ثانيه بتغيير الكابتن انطوان. عمرو انيس يعود الى ارض الملعب مره اخرى المتولي رقابه احمد وائل. ده اللي هنشوفه دلوقتي. احمد فادي درايف واحد على واحد يروح ويوصل لكن هيرجع في التسجيل بشماله ويسلم على طول عمر جمال. عمر جمال في بدايه الهجمه في الاول زاويه حاول واحد على واحد يوصل يستخدم اللوحه لا ينجح في التسجيل. عمر حاتم يطلع الكره لاحمد فادي. فادي يسلم لياسين عبده في الوان ان وان. ياسين كيك اوت عند عمر انيس لاحمد فادي. يسلم لعمر عصام. فادي في الكيك اوت يستلم اكسترا باص عند عمر حاتم 3 بوينت. عمر حاتم ولا اروع ولا اجمل ولا احلى ينجح في تسجيل 3 نقاط كمان. عمر حاتم يوسع بيهم الفارق الى 11 نقطه. يبدا الهجمه عن طريق عمر جمال يسلم لاحمد وائل وهنا فاول على عمرو انيس. عمرو انيس خطا شخصي وفاول. ادي 3 بوينت لعمر حاتم وسع بيها الفارق الى 11 نقطه. تو شوتس لصالح زياد سبت. زياد سامح الفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني لزياد سامح لا يسجل ايضا. ياسين عبده ديفنسيف ريباوند ويسلم على طول لاحمد فادي. احمد فادي في السيت بلاي يبدا الهجمه ويبص كده الكوتش محمد اشرف يقول له هنلعب ايه. عمرو انيس عمرو عكس السكرين يروح للسكرين مره ثانيه لاحمد فادي لياسين عبده. ياسين في درايف من الميدل يروح بالفلوتر شوت ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. يلم الكره على طول ادم عبد الفتاح حاول معاها ويسلم لاحمد وائل. احمد وائل بدوره يسلم لعمر جمال يهدف السيت بلاي. عمرو انيس عاد مره ثانيه لمراقبه احمد وائل. عمر جمال احمد وائل يسلم على طول لمحمد حاتم في الدرايف من الميدل يسلم تحت الباسكت على طول وينجح في تسجيل نقطتين بعد اسيست من محمد حاتم لزياد سامح. نقطتين كمان لصالح نادي الزمالك 9 نقاط وتبقى 3 دقائق و21 ثانية على انتهاء احداث الفتره الرابعه والكارت الرابع والمباراه. عمر حاتم فيك ويعدي ويروح ويسلم عمر عصام كيك اوت على الباك لياب. باك لياب لكن في البلوك على طول موجود عمر جمال ويسلم لاحمد وائل. احمد وائل في الاوبن شوت 3 بوينت يروح لكن ما بينجحش التسجيل. احمد فادي يلم الديفنسيف ريباوند ويهدى ويلعب السيت بلاي من اول وجديد. السيت بلاي الجديد للنادي الاهلي. احمد فادي يحصل على خطا وفاول. اوفنسيف فاول على احمد فادي. اوفنسيف فاول على احمد فادي. اعتقد كوتش محمد اشرف هيتم سحبه يعني هيتم تغييره ولا ايه هنشوف دلوقتي. لكن كوتش انطوان خرج ادم عبد الفتاح هنشوف نزل مين مكانه. عمر جمال في بدايه الهجمه الزملكاويه. 2:54 خرج عمر حاتم نزل عمر محمد طارق خيري او خرج عمرو انيس عفوا. وادي ميديم شوت ما بنجحش في التسجيل. عمر عصام يلعب ديفنسيف ريباوند ويسلم لمحمد خيري متواجد. عمر عصام ياسين عبده محمد طارق خيري عمر حاتم واحمد فادي هاني. يسلم الكره فادي يسلم على طول عمر طارق او محمد طارق. محمد لسه الكره معاه يسلم ياسين عبد. ياسين في الاوبن شوت 3 بوينت. ياسين وينجح في تسجيل 3 بوينت ولا اروع يوسع الفارق الى 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. 67-55 اقل من 2:30 على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. احمد وائل وستيل روعه الروعه من محمد خيري يروح ويروح بجسمه وينجح في انه ياخد فاول. وايز ان سبورتس مان لايك فاول على احمد وائل
هنا رميتين والحيازه لصالح النادي الاهلي. محمد خيري كده بياخد نفسه. كوتش محمد اشرف. وادي الستيل نجيبها من الاول لمخرجنا كده الستيل وخطف الكوره والسرقه المشروعه زي ما بيقولوا. وادي الان سبورتسمان لايك فاول. والتو شوتس والحيازه لصالح محمد طارق خيري. فري ثرو اول لخيري. فري ثرو اول لا يسجل. تظل النتيجه 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني محمد خيري. لا ينجح في التسجيل. أرضك يا محمد. اوتسايد اهلاوي. احمد فادي هيطلع الاوت. سلم على طول ياسين عبده لكن ترن اوفر في الاخير والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. عمر جمال في بدايه الهجمه ياخد السكرين. سكرين تاني او الاستجر سكرين. لسه عمر جمال معاه الكوره يدور على طول على احمد وائل. معاه محمد خيري ياخد السكرين يقابله على طول عمر حاتم في السويتشات. يعلق الكوره لمحمد عفوا لخالد حسن لكن دفاع قوي من النادي الاهلي والاوف ترن اوفر كده والووكينج او الترافلنج او مخالفه المشي بالكوره لصالح نادي الاهلي. اقل من دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه تقدم النادي الاهلي بفرق ال 12 نقطه. احمد فادي هاني يقود الهجمه للاهلي والاهلاويه. مانتومانيا لبنات الزمالك ياخد سكرين اول يروح درايف واحد على واحد الباك سبين ويوصل وينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول بتو شوتس لصالح احمد فادي هاني. سلامات يا فادي او احمد فادي هاني. شوفه مرة تانية وادي الباك سبين يلف ويرتكز ويروح ويوصل. وادي الخطأ الشخصي على زياد سامح رقم 5 من نادي الزمالك. تو شوتس لاحمد فادي هاني. اول لاحمد فادي لا يسجل. زالت مشكله الفاول شوتينج او الرميات الحره تؤرق البعض او تؤرق البعض كثيرا يعني تحسم مباريات وبطولات. فري ثرو ثاني ينجح على طول احمد فادي في التسجيل. بس الفارق الى 13 نقطه. عمر جمال في بدايه الهجمه للزمالك ياخذ الاستجر سكرين سكرين اول وثاني. عمر جمال يبحث عن احمد وائل. احمد وائل في الدرايف واحد على واحد قدام عمر عصام لكن في الاخير مخالفه المشي بالكره ووكن ترافلنج على احمد وائل والترن اوفر على نادي الزمالك. يضغط نادي الزمالك على طول يستلم محمد خيري واحد من نجوم هذا اللقاء. محمد خيري عدى محمد خيري في البتوين. لسه الكره مع خيري. استلم السكرين لسه محمد خيري عايز يسلم عمر عصام. سلم له فعلا عمر عصام لكن في الاخير محمد حاتم يخطف الكره والستيل والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. محمد خيري هيطلع الاوت. دقيقه 20 سنه متبقيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. وادي الفيداوي من ياسين وما بينجحش في التسجيل لكن فادي احمد فادي هاني اوفنسيف فاول وبوشنج واوتسايد لصالح نادي الزمالك. او تو شوتس عفوا تو شوتس لصالح نادي الزمالك. على التنفيذ محمد حاتم رقم 12. لو زملائنا الاعزاء كده في اقرب توقف نبص على اللوحه نعرف متبقي قد ايه بالظبط. حوار كده جانبي من احمد فادي. وادي الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 12 نقطة. محمد حاتم 68 56 وادي الفري ثرو الثاني لا يسجل. ياسين عبده
ديفنسيف ريباوند ولا اروع. عامل مباراه دفاعيا وهجوميا ممتازه. محمد خيري في الاول زاويه تخبط في رجل لعيبه الزمالك، لكن الحق محمد حاتم على طول، وارتكب معاه فاول من قبل عمر عصام، وتو شوتس لصالح محمد حاتم. تو شوتس لمحمد حاتم 50 ثانية. شكرا زمايلنا الاعزاء. فريز ثرو اول غير ناجح. 50 ثانية متبقية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. 12 نقطة هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاوية، قمة الكبار الصغار على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك. فريز ثرو ثاني ايضا غير ناجح. عمر عصام ينجح فيه الديفنسيف ريبان، يسلم لمؤمن خيري. عدى مؤمن خيري قبل الثمان ثواني. مؤمن خيري لسه الكرة مع مؤمن. مؤمن يقلب الملعب على طول عمر حاتم، هاند اوف مع عمر حاتم لمؤمن خيري في السكرين على طول عمر، لكن طلب انه محمد خيري يفتح الملعب. يلعب لون 1 ولا هيسلم ولا يطلع كيك اوت. محمد خيري في الاوبن شوت 3 بوينت، لكن ما بينجحش في التسجيل، تخبط في ايد عمر حاتم وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. توقف تقريبا حوالي 26 ثانيه. استلم على طول عمر جمال في بدايه الهجمه، ستيل رائع من محمد خيري، يروح في الاول زاوية ويوصل وينجح في تسجيل نقطتين يعلي بيهم الفارق الى 14 نقطه. اكلينيكيا فنيا تقدر تعتبر المباراه عزيزي المشاهد انتهت لصالح الصغار نادي الاهلي بهذه النتيجه. 14 نقطه هو الفارق وانتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. اعتقد هذا انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. خلاص عزيزي المشاهد الف مبروك لنادي الاهلي، حظ اوفر. هل هنشوف ده تايم اوت ولا ايه؟ يعني انا مش متاكد ان انتهى. اه ده تايم اوت، ده تايم اوت. النتيجه لسه 56 الزمالك 70 الاهلي. ده تايم اوت طلبه الكوتش انطوان ميشيل، وهنشوف متبقي كام ثانيه نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل ما نتحرك كلها ديلي. 16 ثانية متبقية. عودة يوسف عبد الهادي رقم 99، عمرو أنيس، مؤمن خيري، محمد خيري، يوسف أو ياسين عبده، وأخيرا إبراهيم محمد. ده الخماسي اللي هيبدأ بيه آخر 16 ثانية كوتش محمد أشرف. والاوتسايد في نص ملعب النادي الاهلي. 14 ثانيه زمن الهجمه، 16 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. زي ما قلت لحضراتكم 14 نقطه خلاص، يتبقى فقط الاعلان الرسمي عن فوز النادي الاهلي بالمباراه الاولى وجيم 1 في دوري المرتبط امام نادي الزمالك. محمد حاتم يسلم على طول ليه؟ اه هنا ستير رائع من ابراهيم اللي بيروح في الاول زاويه وينجح في تسجيل نقطتين كمان. خلاص 72 56 اعزائي المشاهدين، ادي الستيل وادي الاول زاويه وادي النقطتين لصالح النادي الاهلي عن طريق ابراهيم محمد. خلاص الثواني الاخيره، محمد حاتم يروح ويوصل لكن لا ينجح في التسجيل. الفول على طول ياتي من حسن في الاخير جامبول، وفي الاخير اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 16 نقطة هو الفارق لصالح الأهلي والأهلاوية. مبروك لفريق النادي الأهلي تحت 18 سنة فوزه على نادي الزمالك بنتيجة 72-56. مبروك للنادي الأهلي مرة ثانية وثالثة، حظ أوفر لنادي الزمالك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباراة قادمة لا تذهبوا بعيدا. ثواني وسنبدأ الاستوديو التحليلي لمباراة القمة بين الكبار الأهلي والزمالك. شكرا لكم ونلقاكم قريبا بإذن الله.